هل لكم عدد علم بعدد هذه الوفيات؟ في الحقيقة ما عنديش علم، ولكن المتمعن في الأمر يعرف جيدا أن الظروف الصعبة التي يمر بها هؤلاء المهاجرين تؤدي إلى الموت، أن طريق الهجرة من كوت ديفوار عبر الحدود الموريتانية ثم عبر الحدود الجزائرية قد يؤدي إلى الموت. لكن في منطقة شمال أفريقيا بين تونس وليبيا والجزائر مؤخرا، هل لكم عدد وفيات؟ خاصة ما هو تعليقكم عن الصورة التي صدمت العالم، التي تظهر امرأة من كوت ديفوار يبدو؟ هذا ليس صحيح، تلك صورة مغلوطة، تلك صورة مغلوطة. والمرأة لا بأس عليها، هي وبنتها ليست ميتة. مفبركة من معناها إذا استطاعوا أن يمرروا أشياء تنطلي على بعض المنظمات الدولية، فاعلم أن هذه المنظمات منحازة إلى آراء غير معتمدة. هذا أقل ما يقال فيها. ونعرف جيدا الأطراف المشبوهة التي مررت كل ذلك، ونحن نعرف أيضا المراحل اللي تعديت بها كل الظروف، ونحن لسنا في حاجة إلى كشف أشياء لا داعي لكشفها، حتى لا نسيء لأنفسنا ولا نسيء للآخرين. والأطراف التي تلمحون عنها لا مش ممكن، هي عصابات الاتجار، ونحن قلناها عصابات اتجار بالبشر، هي تنشر، وفيها ناس شبه رسميين. أنت رأيتهم بأم عينك، تنفي كون هناك وفيات انجرت عن ترحيل المهاجرين في لابد أن يكون هنالك وفيات في الصحراء. الصحراء بين تونس والجزائر وليبيا، لابد أن يكون هنالك وفيات في الصحراء، لابد أن يكون هنالك لدغات في الصحراء، لابد أن يكون خطر على حياة، ونحن نقول أن هذا خطر على حياة البشر، كما نحن نقول أيضا أن هذا خطر على حياة البشر حين يعبرون البحر المتوسط بقوارب الموت. وعلى هذا نحن نتلقى جثث المهاجرين. لماذا لم يتحدثوا عن جثث؟ لماذا لم يقارنوا الجثث الملقاة في البحر الأبيض المتوسط والتي تسيء إلى أبنائنا من الحرس البحري اللي صار معناها يجمع في الجثث هذه في كل يوم 960 جثة في ظرف 6 أشهر؟ لماذا لا يقارن هؤلاء 901 جثة إلى حدود 20 جويلية 2023، من جانفي، من غر جانفي إلى 20 جويلية، 901 جثة عن طريق البحر فقط، بقية الجثث الأخرى
لم يكونوا على الأرض التونسية اللي في الصحراء اللي في الصحراء واللي على الحدود مش في على الأقل أنا على علم بثلاثة جثث هاي هاهم اللغة ولكن ليس لي سلطة للتدخل هؤلاء خارج الأقليم التونسي السلطة التونسية ليس لها ليس لنا علاقة تتبرأ من لا مش تتبرأ نحن لا نتبرأ من جثث هذا جثث ويجب إكرامها ودفنها ولكن ليس لنا سلطة التدخل هل أتدخل في أرض غير أرضي يعني شنو هذا توا السيد هذا بتاع الأمم المتحدة على شنو يتكلم يتكلم على ترحيل الجماعي للأفارقة نحو التراب وين شفتوها أنتم عايشين في تونس ولا وين عايشين أنتم تشوفوا فينا نحن نرحلوا في لو عملنا مثل هذا الصنيع لا قال الرجل قامت الدنيا ولا بتقعد أمر عجيب دونك لم يتم ترحيل جماعي ما ثماش ترحيل جماعي للأفارقة وين الجماعة هي ساعة قبل كل شيء أو شوف أقولك خلنا نحكيه بساط أحمدي باهي هؤلاء يأتون في مجموعات صغيرة بين 6 إلى 12 البشر زرافات باهي إلى حدود شهر ونص التالي إلى حدود شهر معناه نهاية شهر جوان كانت موجودة مسارب غير قانونية على مستوى بعض الولايات سواء كان على الحدود مع الجزائر أو على الحدود الصحراوية مع الشقيقة الليبي باهي يمرون وكيبدأ على الأراضي التونسية الحرس ما عادش نجم يعملوا حتى شيء يوقف منه واحد ولا زوز يسألهم وبعد يسيب لأنه لا صالح على السلطة التونسية في سجنهم اتفقنا أخوي جامد خليني يزيد قل تفضل سيدي كيف يجيونا على السفن الصغيرة هذه يجيوا كل سفينة تحمل بين 22 إلى 57 بشر هذيك الحمولة بتاعها إذا كان ثم عدد كبير فهذاك في سفن كبيرة حصلت مرة ولا زوز سفن كبيرة فيهم فوق 300 بشر يتشدوا في عرض البحر واضحة صورة خرجوا من السواحل التونسية لا فما حاجات نحن ما نحبوش نقولوها هم خرجوش من السواحل التونسية هم تواجدوا في قوارب صغيرة في عرض البحر قبالة السواحل الليبية وقبالة السواحل التونسية أيضا باهي في منطقة معينة وتم نقلهم في ذلك المركب ثم توجهوا باتجاه إيطاليا ولكن تم إيقافهم في الأثناء باي خوفا من الأحوال الجوية وإرجاعهم للشواطئ التونسية بسلام لكن عموما هالقوارب الصغيرة هذه من 22 إلى 27 60 على أقصى تقدير